من أروقة السياسة إلى ردهات القضاء، تتردد الأزمة السياسية في العراق بعد ترقب لقرار المحكمة الاتحادية العليا للبت في دعاوى حل برلمان. حددت أعلى مؤسسة دستورية في البلاد الأربعاء المقبل موعدا لإصدار الحكم، تأجيل يرى فيه المراقبون مهلة للكتل السياسية العراقية للحوار. الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تحصل في غضون 6 أشهر أو في سنة، لأن بمعلوماتي حتى المجتمع الدولي يريد ضمان من هذه القوى أن تكون الحكومة المقبلة التي تشكل لا يقل عمرها عن 1.5 إلى 2 سنين، وبالتالي هذا يعني أن حل البرلمان سيكون ضمن هذه المدة الزمنية. حدة الخلاف بين الكتل السياسية العراقية حالت دون توصل إلى تشكيل الحكومة، حيث تباينت المواقف بين حكومة أغلبية كما أرادها التيار الصدري أو حكومة توافقية قائمة على المحاصصة كما يراها الإطار التنسيقي، وبين الرؤى المتضاربة للفريقين. يبقى مصير الانتخابات المبكرة معلقا إلى أجل غير مسمى. أنظار كل العراقيين بما فيها النخب السياسية تتجه إلى المحكمة الاتحادية، كانت تتأمل أن يكون القرار أكثر شجاعة وأن يحدد موقف بحل البرلمان وتحديد موعد قادم للانتخابات لغرض الخروج من هذه الأزمة، حقيقة أزمة العقم السياسي الذي منذ 11 شهرا نحن نعاني منها. إنما التأجيل أعطى فرصة، ولكن لا يوجد أمل كبير في الأفق، لأن الصراع الدائر الآن بين القوى المتخاصمة وصل إلى مستويات عالية جدا. تدخل المحكمة الاتحادية العليا لحل الأزمة كان نتاج أشهر من الخلافات السياسية التي أدت إلى احتقان في المشهد العراقي برمته، ومواجهات مسلحة دامية شهدتها كل من بغداد والبصرة، ووضع اقتصادي واجتماعي صعب على العراقيين بمختلف أطيافهم. انتهت الصراعات السياسية في الساحة العراقية إلى تجميد المشهد السياسي، لترمى الكرة في ملعب القضاء لفض النزاع وإيجاد حل للأزمة بعيدا عن الاحتراب والمساومات والمحاصصة. هشام أيوبي، تلاتة عربي، بغداد.